شوطنا السابع تمت انطلاقتي هنا في مسيرتي أشواط هذا الصباح المميز الجميل مع سن الإذاع وانطلاقتهن وتحدياتهن. سابع أشواطنا هنا في مسيرة هذا التحدي. نتابع هنا مرموقة لسيف بن خلفان بن سيف الغويص على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة، بينما المركز الثاني هناك فريدة لمحمد بن علي بن حسن الحبسي من تأتينا على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. وصلت زوبعة هنا راشد بن خليفة بن علي، هنا أيضا الغنامي السويدي من ينطلق بهذه الانطلاقة والتحديات، من انطلق مع بحر قزوين بالتوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات مع سن الإذاعة 6:18 هو التوقيت الأفضل مع بحر قزوين. نتابع أيضا المركز الرابع هنا يأتينا في هذه اللحظات أو تأتينا هملولة لسعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري من يقدم لنا هملولة على المركز الرابع والمركز الخامس. مياسة علي بن خليفة بن بليشة الكتبي هنا من ينطلق هذه اللحظات على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي هنا لمسيرة هذا الشوط. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع مرموقة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا لي أيضا راقة سيف بن خلفان بن سيف الغويص من قدم منشورة في الشوط الأول الرئيسي بالنسبة لسن الإذاع، يأتي هنا أيضا بمرموقة في هذا الشوط في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات الجميلة هنا، بينما المركز الثاني وصل الزوبعة، وصل الزوبعة على المركز الثاني راشد بن خليفة بن علي الغنامي السويدي من يقدمها على المركز الثاني في هذه اللحظات وعلى المركز الثالث. المركز الثالث فريدة محمد بن علي بن حسن الحبسي دينا على المركز الثالث، والمركز الرابع هملولة لسعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري من تأتينا هنا في هذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة، وشعار بقبي من قادم أيضا هذا الانطلاق والتحدي المميز هنا أو هنا شعار مفرح بن بليشة. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، ومرموقة مرموقة المسيطرة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هنا لسيف بن خلفان بسيف الغويص السويدي المنطلقة على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني زوبعة، زوبعة راشد بن خليفة بن علي الغنامي السويدي على المركز الثاني، وهنا ريما 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 المتسللة أحمد بن محمد بن سالم المالكي، والوصول هنا من الواعية من الواعية القادمة في هذه اللحظات بشعار بن رشيد عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد، وهملولة هنا لسعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري هنا القادمة في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات مع الكيلومتر الأخير والصدارة، الصدارة والمقدمة والمركز الأول. مرموقة على الصدارة، مرموقة
على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط مسيطرة على زمام الأمور، بينما القادمة الواعية لعبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد الاكتبي آتينا على المركز الثاني في هذه اللحظات في هذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. هنا ريما أحمد بن محمد بن سالم المالكي على المركز الثالث ورابعا هملولة لسعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري، ولكن هنا التحديات الأخيرة لمجريات هذا الشوط هو الصدارة ومرموقة، مرموقة على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، ولكن الله بدأت التحديات هنا في هذه اللحظات. الله الواعية على صدارة على المقدمة والمركز الأول عبيد بن سلطان بن عبيد هنا بن رشيد الاكتبي، وريمة من الجانب الآخر ريمة هنا بشعار أحمد بن محمد بن سالم المالكي هنا على المركز تتسلل في هذه اللحظات واللحظات الأخيرة. تهانينا لأحمد بن محمد بن سالم المالكي مركز الثاني الواعي عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد، والمركز الثالث وصلت مرموقة سيبن قلفان بن سيف القويص، المركز الرابع من وصلت هملولة لسعادة مطار بن سعيد بن عبيد الحميري. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الأولى وست دقائق 18 ثانية ظن التوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا والناموس لأحمد بن محمد بن سالم المالكي.